Welcome to my kitchen. بكم في برنامجنا مطبخ سميرة، وقدم لكم أحلى ولذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح أقدم لكم هذه الوصفات: دجاج مشوي متبل بالبصل الأخضر. هذا الدجاج رح يكون بنكهة خاصة وكلش طيب وسهل للتحضير. رح أتبل أفخاذ دجاج كاملة بخلطة من بصل أخضر مقطع ناعم ويا زيت الزيتون، ملح وفلفل أسود لمدة 6 إلى 8 ساعات، بعدين يشوى على حرارة متوسطة ويصفي ماعون مع الطماطم المشوية حلقات الحامض ويزين بالريحان المقطع حتى يضيف نكهة أطيب للدجاج. ويا هذا رح أحضر لكم طماطم مشوية، وصفة سهلة وطيبة كلش. قطع الطماطم إلى نصفين وتتلوث بزيت الزيتون، تصف الطماطم في صينية وتتبل بالملح والفلفل الأسود، ترش بقليل من الريحان المفروم الطازج وتشوى على حرارة هادئة لمدة ساعة ونص إلى ساعتين حتى تنطينا هذه النكهة الخاصة. ويا الدجاج رح نسوي رز أحمر، يقلق قليل من معجون الطماطم ويا الزيت، ثم يضاف إليه الرز المغسول المنقع والمصفى من المي، يحرك لعدة ثواني بعدين نضيف المي ويترك ليغلى، تخفف الحرارة، يغطى ويترك يطبخ لمدة 10 إلى 15 دقيقة إلى أن ينضج. أحاول في كل برنامج أن أسوي نوع من السلطة. اليوم راح أسوي سلطة الخيار اليونانية. طريقة العمل كلش سهلة وكلش طيبة. الزلاطة تحتوي على خيار مقطع بالطول، طماطة، بصل أحمر، جبنة الفتة اليونانية، زيتون أسود، تتبل بصوص من زيت الزيتون، ملح وفلفل أسود، وتزين بالأوريغانو. وأحاول في كل الحلقات أسوي شيء نوع من الحلى. بحلقتنا اليوم رح أسوي تارت التين. رح أفتح عجينة البوف بيستري رقيقة كلش وتنطبخ بالأوفن. أخفق حليب دسم إلى أن يصير تخين ويتحول إلى كريم، بعدين يفرش هذا على البوف بيستري المطبوخ ويصاف عليه التين، وراح يكون كلش طيب وإن شاء الله يعجبكم. راح نبدأ البرنامج مالتنا بالدجاج المشوي المتبل بالبصل الأخضر. أول شيء راح نحضر الخلطة اللي نتبل بها الدجاج، فراح نحتاج تقريباً 6 إلى 8 بصل أخضر. راح نقطع ناعم كلش، اعتيادياً أكثر الأوقات من نريد نتبل الدجاج دائماً نستعمل ثوم، نستعمل نوع خاص من البهارات أو الحامض أو الخل. هذه الطريقة كلش رح يكون بها نكهة غريبة كلش ورح كلش تعجبكم، سهلة إلى التحضير كلش. بصل أخضر بهواية نكهة، طبعاً رح نستعمل البارت الأبيض والأخضر، كل البصل رح نستعمله. مرات قسم من الوصفات بس نستعمل الجزء الأبيض منه، بس راح نستعمل كله اليوم. سو عندي كيس نايلون هنا، راح أخليها الخلطة كلها. إذا ما يعجبكم البصل الأخضر تقدرون تستعملون بصل أحمر أو جزء بصل عادي، بس طبعا هذا راح يكون بنكهة كلش طيبة. على هذا راح أضيف تقريبا ربع كوب زيت الزيتون، كلش وصفة كلش بسيطة. فلفل أسود، طبعا تعتمد شكد يعجبكم تستعملون فلفل أسود، إذا تردوا كلش حار تقدرون تستعملون أكثر كمية، إذا تردوا بس مجرد للنكهة تستعملون كمية قليلة كلش. طبعا وملح همينة، نحاول أن نسيطر على كمية الملح اللي نخليها حسب الطلب العائلتكم، اللي يعجبه مالح أكثر أو
تقدرون دائما تضيفون ملح اكثر، بس من يصير مالح ما تقدرون تشيلون الملح منه. سو احاول اخلي كميه قليله كلش، وبعدين اذا احتاجينا نقدر نضيف عليه. طبعا نخلط كل هاي المقادير سوا، اللي هي طبعا كلش بسيطه، كل اربع مقادير اياها. وهنا انا عندي تقريبا نستعمل 8 إلى 10 افخاذ الدجاج الكامله. حاولت اقص الدهن مالتها كلها، بس اخلي الجلد عليها لانه من تنطبخ راح تنطي هاي النكهه الطيبه كلش. صراحة نخلي الدجاج داخل التشيز ونحاول نتبل إذا ما يعجبكم تستعملون أفخاذ الدجاج، تقدرون تستعملون دجاجتين مقطعة قطع حسب الرغبة. طبعا تقدرون تستعملون أجنحة، تقدرون تستعملون صدر الدجاج، شو ما يعجبكم، مو شرط إلا أفخاذ. نحاول نلوت الدجاج كله، تحريك القطع مع الدجاج داخل التشيز. هسه تقريبا كل الدجاج اتبل بالخلطة مالتنا. راح نسد التشيز تقريبا كل ساعتين، نحاول ان نروح نحرك شوية حتى يتبل كله بصورة متساوية. هسه راح اروح اخليه بالثلاجة لمدة 6 إلى 8 ساعات. كنت مسوية وجبة دجاج متبل ومخليتها بالثلاجة، سوتها كان بالثلاجة تقريبا 10 ساعات. كل ما يكون بالثلاجة اكثر كل ما يكون الطعم مالته احسن. حتى لو 10 ساعات، حتى لو يوم كامل يكون بعد احسن. الشواية مالتنا وصلت حرارتها تقريبا 550. راح انزل الحراره، راح اطبخ الدجاج على ميديوم تو لو، بيكوز ما نريد نحرقه وبعدها هو مو مطبوخ. صراحه احاول اصفط الدجاج. راح نخليه العظم لي جوا حتى لا يحترق الجلد مال الدجاج. يوجوالي بون دام. طبعا كل واحد حسب الشواية، نوعية الشواية مالته، مرات إذا على ميديم احتمال يكون عالي كلش، مرات إذا على لو احتمال يكون ناصي النار كلش. طبعا كل واحد لازم يعرف الشواية مالته على حرارتها شلون تكون حتى يعرف شلون يستعملها. راح نطبخ الدجاج على هالجهة تقريبا 30 دقيقة، وبعدين نشيك ونقلبه على الصفحة الأخرى ونطبخه 20 إلى 30 دقيقة إلى أن ينضج. راح نشيك الدجاج تقريبا ينطبخ تقريبا 30 دقيقة. نطبخ من هاي الجهة، راح نقلبه على الجهة الثانية، نطبخه تقريبا لمدة 25 دقيقة الأخرى. حيكون الدجاج طيب كلش، نكهة كلش غريبة وكلش سهل للتحضير. طبعا نغطيه ونطبخه تقريبا 20 دقيقة أخرى. حنشوف الدجاج، اتصور انطبخ مطبوخ، ريحته الى درجة طيبة، مطبوخ من كل الصفحات. راح ناخذه نصفطه هسه بهذا الماعون. تقريبا طور ساعة 30 دقيقة من كل صفحة على ما نطبخ. بيرفكت. راح نغطيه حتى يرتاح نص ساعة قبل الاستعمال.
هسه رح نبدي نحضر الديزرت مالتنا اللي هو تارت التين. طبعا لهذه الوصفه راح نحتاج بوف بيستري. بوف بيستري طبعا انا هذا مسويته بالبيت، عندي وصفه بالكتب مالتي، اذا يعجبكم تسووه، لو يطول تقريبا يومين ثلاثه، طريقه شويه طويله يعني، بس همنا موجود بالاسواق، يبيعوه بالاسواق. سو ينباع على 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 شكل ميبي احجام اكبر من هذه ميبي، ولازم تكون هالرقه طبعا. طبعا نفتحها، اذا ما تكون هالقد رقيقه مفروض تنفتح بهالرقه. سو عندي هنا تو شيتس اللي انا مسويته قبل ومخليته بالفريزر حاجه الاستعمال. سو راح اول شيء راح استعمل هاي الصينيه. سو اريد اقص تقريبا نفس الحجم اللي هي 13x9. من يكون هذا العجين حاضر التارت راح يكون كلش سهل تحضيرها بصراحة. سو هذا تقريبا بالضبط راح يكون نفس الحجم الصينية الصغيرة هذه. سو هسه من هذا ايش راح اسوي؟ راح اقطع اوراق. عندي قالب هذا، اذا ما عندكم قالب بالسكينة تقدرون تسووها. وراح اقطع اوراق تقريبا حتى نخليها على الحافات التارت كلها. سو يمكن نحتاج 10 إلى 12. سو نبقى نقطع ونشوف ايش قد راح نحتاج. تقدرون تستعملون أغرفة البقلاوة حتى، بس لازم تستعملون تقريبا 3 إلى 4 طبقات، ولازم تندهن كل وحدة من عندهم بالزبد حتى لا تلزق وحدة على الأخ وتصير نايسن كريسبي. طبعا على هاي الأوراق راح أحاول أسوي ديزاين عليها حتى تطلع مثل الأوراق بالضبط. أحاول أسوي هذا الديزرت دائما من يكون التين فرش. تقدرون تستعملون تين أخضر أو أحمر، أو حتى نقدر نستعمل عدة فواكه مختلفة لهاي الوصفة التارت. نقدر نستعمل رازبري، نقدر نستعمل بلوبريز، ستروبريز، حتى مشمش، أي نوع فاكهة يعجبكم. الأوراق كلها حاضرة يا هسا. ايش راح نسوي؟ راح نحتاج بيضة وملعقة طعام حليب دسم كامل، وطبعا اللي قسم من عندنا يسميه حليب مال جيمر. نخبطه سوا. راح نفرش، نبرش الحافات اللي راح نخلي نصفط الأوراق عليها بس. بس راح نصفط الأوراق على الحافة مال التارت. طبعا الخليط مال البيض والحليب راح يخلي هاي الأوراق تلزق زين. تقدرون تقصوها على شكل مثلثات، من شكل مربعات، أو أوراق على شكل دوائر، نجوم، أي أشكال تردون، مو شرط الأوراق طبعا. صوص ايش راح نسوي؟ راح نثقب القاعدة كلها حتى لا تنفخ زايد، حتى يكون عندنا مكان نخلي عليه الكريم والتين. راح تنطبخ بالأوفن 375 لمدة 20 إلى 25 دقيقة. راح نشيك على التارت.
اعتقد من 22 دقيقه صار لي ينطبخ على 375 degrees. Look how beautiful. شلون لونه ذهبي بني. شوف الاوراق شلون حلوه طلعت. طبعا هذه المسافه راح تنزل اكثر حتى نخلي عليها الكريم والتين الى درجه من برا حلو. طبعا راح تكون ديزرت طيبه كل شيء. ان شاء الله تعجبكم. خليها تبرد تقريبا ساعه قبل ما نخلي الكريم والتين عليها. حتى نكمل الديزرت التارت اللي بدنا نسويه تارت التين راح نحتاج كريم للديزرت. راح نستعمل كوبين حليب الدسم. طبعا اللي قسم يسموه حليب الجيمر اللي هو الهيفي ويبين كريم. راح نخفقه الى ان يصير تخين مثل الكريم. الكريم صار تخين شويه صب الحالة. راح نضيف ربع كوب باودر شوغر اللي هو شكر مطحون. وفانيلا اكستراكت 1 تي سبون. ونستمر بالخفق الى ان يدخل تماما. الكريم صار تخين. نعرف هو صار يعني تخين بالطريقة اللي احنا نريدها من ما يوقع من الخفاقة هذه. So that means it's ready. صوصة. طبعا التارت مالتنا اوريدي باردة اياها. So راح نخلي الكريم القسم الوسط. ما نريد نغطي هاي الأوراق طبعا. هستعمل تين أسود. طبعا إذا عندكم أخضر همينة تقدرون تستعملون أخضر. راح أقصها أربع أقسام بس بعدها متصلة من جوا تنفتح هيجي تنطينا منظر حلو. عندي هنا شيرة مال المربى مال تين اللي سويتها راح استعملها حتى ادهن التين بيها حتى ينطينا هذا اللمعة الحلوة مال تين. راح نخليه فوق الكريم. نبدي نصفط التين كله نفس الطريقة. آخر تين نحاول نبرش نتركه بالثلاجة إلى حين استعماله. طبعا ما شاء الله الحديقة مالتي هالسنة كلش زين تسوي. جو طيب، حرارة زينة، يعني كلش يعجبني أزرع هالخضروات ولو شهرين ثلاثة بالسنة. واحد المفروض يأكل شوية خضروات اللي هي أورجانيك اللي ما بيها كل أسمدة مواد كيميائية اللي هي كلش طبعا صحية للواحد. طبعا كلش يعني مهم يا واحد يأكل شوية خضروات تكون مزروعة بالبيت هوم جرون. صراحة أقطع توميتوز صوصو بيوتيفول. طماطم اللي صايرة طبعا احاول اقطع الطماطم اللي ناضجة زين راح استعملها للزلاطة. عندي هنا همينة رومان توميتوز
beautiful tomatoes. أنا حاول قدر الإمكان أسوي وصفات مختلفة حتى أستعمل كل هاي الفيجيتابلز، لأنه that's one it's the best بصراحة. سلة صغيرة من الطماطة which is beautiful طبعا. I think يكفي هاي الطماطة هسا. نروح ندور خيار هسا لأنه محتاجة خيار للزلاطة همينة. Beautiful. نحاول ندور على بعض خيار. طبعا قطعنا كمية خيار زينة ما نحتاجها كلها بصراحة، بس المفروض يتقطع which is beautiful خيار. رح نحتاج أعشاب اللي هي أوريغانا، الزلاطة اليونانية طبعا ريحته إلى درجة طيبة، وكلش طيب يستعمل للدريسنج، يستعمل جسي يتخلى فوق الدجاج، فوق اللحم بالساندويتش. ورح نحتاج بيسل همينة اللي هو ريحان. الريحان هالسنة it's beautiful طبعا ريحته إلى درجة طيبة. رح احتاج هسه طبعا عندنا كل الأشياء اللي نحتاجها حتى نسوي الزلاطة والطماطة المشوية. هسه راح نحضر الطماطة المشوية. طبعا الطماطة اللي قطعها من الحديقة اللي هي طبعا كلش طيبة وكلش طعمها حلو، راح تكون ورا ما نطبخها بالأوفن على طريقة نار هادئة كلش، ومدة ساعة لساعتين راح أكثر تصير حلوة وأكثر راح تصير طيبة. فش راح نسوي؟ راح ناخذ تقريبا maybe 10 إلى 15 طماطة. فش راح نسوي؟ راح نقطع هذه الطماطة بالنص just like this. الطماطة كلها قطعناها just like this. راح نتبلها بالملح، كمية زينة من الملح. فلفل أسود كمية قليلة كلش، فلفل أسود حتى just تتبل. راح نرش زيت الزيتون حتى تتغطى كلها بزيت الزيتون تقريبا ربع كوب، ونحاول ان نلوث كل الجهات بزيت الزيتون. طبعا هذا راح ينطيها نكهة كلش طيبة من تنطبخ بالأوفن. راح نطبخها على حرارة هادئة كلش. آخر شي راح نخلي ريحان، أوراق الريحان راح نقطعها ناعم كلش ونرشها فوق الطماطة قبل ما تروح للأوفن. ناخذ كم ورقة لخ، طبعا هاي راح تنطيها نكهة كلش طيبة. فش راح أسوي بالحالة؟ راح أستعمل المقص حتى أقصها ناعم كلش. خليها الأوراق كلها واحدة يم اللخ، صفتها بهالطريقة كلش أسهل تكون لنا. بحاول أقطعها بعدين قطعها ناعم كلش. نرشها فوق الطماطة. طبعا الكومبينيشن مع الطماطة والبيزل الريحان وزيت الزيتون إلى درجة راح تكون طيبة. هسه الطماطة راح تروح تنشوي بالأوفن 300 درجة حرارة، حرارة واطئة كلش، لمدة ساعة ونص إلى ساعتين. الأوفن تقريبا ساعة ونص.
صارت مثل السن دراي توميتوز، راح تكون كلش مركز الطعم مالتها وكلش حلوه، وراح نزينها ويا الدجاج. هسه راح نبدي نطبخ التمن الاحمر. طبعا عندي 3 كوابه تمن اللي نقعتها تقريبا، طبعا غسلتها نقعتها تقريبا نص ساعه، وبعدين صفيت المي مالته. راح اخلي تقريبا 3 إلى 4 ملاعق طعام زيت نباتي، نخليه يحمى زين. طبعا الزيت حمى، راح نخلي نص كوب معجون طماطه، راح نحمصه الى ان يتحمص زين. طبعا من نحمص المعجون مع الطماطه بالدهن، اول شيء راح ينطي فد نكهه كلش طيبه يعني المعجون، وحتى اللون مالته راح يتغير. سو التمن راح يكون كلش بنكهه خاصه من ينقلي معجون الطماطه. هواي ناس ما يسووها، يخلون معجون الطماطه ويا المي ويضيفوه فوق التمن. من تسووه بهذه الطريقه راح يكون نكهه كلش طيبه راح ينطي. دائما اسويه بهذه الطريقه. راح اضيف التمن المغسول والمنقع والمصفى المي من عنده. نحاول قدر الامكان ان نلوث المعجون مع الطماطه، كل حبات التمن. راح نضيف له، راح يحتاج 3 إلى 4 اكواب مي طبعا حسب نوع التمن، حسب ايش قد منقع اياه التمن همينه. بس لازم ننتبه يكون اكو تقريبا انش واحد من المي يغطي التمن، راح يكون زين بهالحاله. تقريبا استعملنا 3.5 كواب مي. راح نخليه الى ان يغلي. راح نضيف تقريبا خاشوقة كوب ملح، تقدرون تستعملون اقل اكثر حسب شقد مالح راح انتم تردوه يكون. ننتظر الى ان يغلي. ناو المحلول اللي بالتمن بدا يغلي، راح ننزل الحرارة الى ميديم تو لو ونغطيه ونخليه ينطبخ تقريبا 12 إلى 15 دقيقة إلى أن ينضج. راح نشوف التمن إذا صار له لا، طبعا أكيد صاير. شوفوا اللون مالته شلون حلو، هذا كله بسبب لأنه قلينا المعجون، ينطي في النكهة كلش طيبة، واللون طبعا مالته كلش. سو بس هيجي نقلبه شوية حتى لا تفلوب طاب للبيت. راح نطفيه ونخليه على صفر. هسه راح نسوي الزلاطة. راح نسوي زلاطة الخيار اليونانية. اكو عدة طرق نسوي بها زلاطة يونانية. اكو قسم تكونه من خس، طماطة، خيار، حلقات الشوندر، فلفل الطرشي، اكو الدريسنج يكون متكون من لبن، اوليف اويل، اوريجانو، خال. هذه راح تكون كلش طريقه مبسطه كلش. راح تكون بس خيار وطماطه وفيتا تشيز، راح تكون كلش طيبه. الخيار راح نقصه قسمين. طبعا هذا الخيار مال الحديقه اللي هو كلش طازج وكلش طيب. سنستعمل تقريبا 4 إلى 5. بس راح نخلي قطع. راح نقص الطماطة 4 أقسام كاملة.
هاي طماطم الحديقة يا همينات. It's beautiful. راح نستعمل جبن الفتا طبعا اليونانية، راح نقطعه إلى شكل slices. تقريبا I'm using 1 pound of feta cheese. عند استعمال الفتا تشيز لازم نتأكد من الملوحة مع الجبن حتى نحاول نخلي كمية الملح تكون أقل. طبعا نخلي كم قطعة طلوخ لأنه الجبن كلش مهمة بهذه نوع الزلاطة. بعدين راح نخلي حلقات من نحاول نقص حلقات البصل تكون رفيعة كلش. كمية قليلة بس هيك للتجميل تقريبا. استعمل زيتون أسود اللي هو كلاماتا أوليفز، طبعا زيتون يوناني مشهور همينة. نحاول نوزعه نستعمل فريش أوريجانو اللي قطعناها من الحديقة، راح تنطي لنا نكهة كلش طيبة. نخلي قطع هيك للتزيين، بعدين راح نرش زيت الزيتون فوقه كل السهل طبعا. فلفل أسود للتتبيل، كمية قليلة مو هواية. ملح كمية قليلة كلش. That's it. That's our salad. مشهية سهلة وصحية كلش. أشكركم شكر جزيل على مشاهدتكم برنامجي اليوم هذا، أرجو أن نال إعجابكم. بحلقتنا اليوم سوينا دجاج مشوي متبل بالبصل الأخضر، سوينا تمن أحمر، طماطم مشوية، سوينا زلاطة الخيار اليونانية وتارت التين. أرجو أن تتابعون برنامجنا هذا على MEA كل يوم 2 و5 الساعة 7 العصر، وتقدرون تتفرجون كل الحلقات اللي ما قدرتوا تتفرجوها على اليوتيوب. Go to Samira's Kitchen and go to YouTube and watch all the other episodes. وأرجو أن تزوروني على الويب سايت Samira's Cooking Journey إذا عندكم أي آراء، إذا عندكم أي طلبات، أي نقد، أي شيء أحب أسمع من عندكم. إن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة مع وصفات جديدة.